هيا تجهزي يا هوزاء. لأي شيء يا والدي؟ سوف نخرج اليوم من القرية. نخرج من قريتنا؟ الليلة سيتم حرق كل أشجار القرية. لماذا يا أبي؟ حتى نتخلص من سفينة نوح، حتى نحافظ على ملكنا. الملك لله الواحد الأحد. ماذا تقولين يا هوزاء؟ أنا على دين نوح وهو الحق يا أبي. عليك أن تعودي حالا عن هذا الذي نطق به لسانك أيتها المجنونة. ديننا هو الحق المبين ودينكم هو الباطل. ديننا الباطل ودين نوح هو الحق. أجل، لماذا تحاربون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى نظل نحن السادة وهم العبيد. لن أذهب معك، لن أذهب. ستذهبين معي شئت أم أبيت يا هوزاء، ستذهبين. دعني، اتركني. لن أتركك، أتفهمين؟ لن أتركك أبدا، أبدا. هذا ما حدث يا مهدي، فماذا أنت فاعل؟ وأين هوزاء الآن؟ أين هي؟ لا أعلم، ذهبوا جميعاً وتركوني. تركك تموتين مع الفقراء، هذا السراجي الآثم. تركني مولاي وحدي، هل لديك أي حل قبل فوات الأوان؟ أي حل؟ وأنا لا أعرف مكانها ولا أي شيء عنها. طلبت مني أن أبلغك ألا تضحي بنفسك من أجلها. وكيف أتركها لأبيها الضال؟ كيف؟ ولكن القرية كلها الليلة ستحترق. عليك أن تدبر أمرك مع أتباع نوح. نعم، سأدبر أمري. سيحرقون القرية الليلة. لابد أن نحمي السفينة بأرواحنا. أخشى على الأطفال والنساء من الهلاك. لابد أن نخرجهم حتى تخمد النار. علينا إذن أن نبدأ من الآن. هيا يا حام. لقد جهزنا كل شيء من أجل هذه المهمة. هيا يا عسير، كاد النهار أن يرحل وتغيب الشمس. لا تقلق، فقد جهزت رجالي. نريد أن نقضي على نوح وأتباعه. سوف نفعل. بل سنفعل أكثر مما تتخيل. أريد أن أعود إلى قريتنا. بعد أن نحرق كل أخشاب القرية، نوح لن ينتهي من بناء سفينته. نوح سوف ينتصر في النهاية يا أبي، سوف ينتصر. الليلة هي نهاية نوح وأتباعه. لابد من حماية الناس من أي ضرر. نعم، لا تقلق يا مهدي، سوف نفعل كل شيء لنحمي أرواحهم. لقد خبأت أمي وأبي في مكان آمن. جزاك الله عنهما خيراً. لابد لنا من حل بعد أن فقدنا كل أخشاب المدينة. لا أعرف ما هو الحل يا مهدي، لا أعرف. هوزاء عروس المستقبل وزوجتي. لن يحدث هذا أبدا مهما فعلت. لا تقولي هذا يا هوزاء، فهذا هو الأمير السامق. وأنا لا أريد أمراء، أنا أريد ديني فقط. وهل نحن على غير دينك؟
انتظر قليلا يا سامق. أنتم في ضلال وباطل ما أنتم فيه. لا تقولي مثل هذه الكلمات يا هوزاء. نوح نبي الله وأنا على دينه. ماذا تقولين يا هوزاء؟ هل جننت؟ بل عرفت الحق فاتبعته. الحق؟ هو ديننا، آلهتنا، أليس كذلك؟ دين نوح التوحيد وإفراد الله بالعبادة. لن يتحقق لك ما تريدين، فقد احترقت كل أشجار المدينة. نوح سينتصر في النهاية، سينتصر. هل جننت يا هوزاء؟ لست مجنونة أيها الضال. يا سرجي، متى سنعود للقرية؟ خلال ساعات من الآن. أحرقوا! هيا! هيا أحرقوا! أشعلوا النيران! هيا! هيا! أحرقوا أيها الرجال! أحرقوا كل أخضر ويابس! هيا يا رجال، هيا أشعلوا النار في كل الأشجار. هيا هيا، لقد غطت النيران سماء المدينة. لقد أدينا مهمتنا بكل نجاح. ستنال مكافأة كبيرة يا عسير. لقد أحرقوا كل الأشجار يا حام. علينا إذن أن نبحث عن مصدر آخر. ليس لدينا أي مصدر آخر. لابد أن نبحث ونفكر. لا أدري، لا أدري ما الذي يدور في عقول هؤلاء الأشرار. أهل الباطل مستعدون لحرق كل شيء. بكل هذه السهولة وأكثر مما تتخيل يا مهدي، ليس لدينا أي خيار آخر سوى البحث عن الخشب. وما الحل؟ لا أعرف،